تحضيرات للموسم الزراعي الجديد بمناطق شمال وشرق سوريا، فقد بدأ الفلاحون والعاملون بالقطاع الزراعي على اختلاف اختصاصاتهم بالانخراط في العمل والترتيبات اللازمة لبذار الأرض. كاميرا اليوم توجهت إلى ريف الحسكة للوقوف على سير المرحلة الأولى لزراعة الأرض. العاملون بالقطاع الزراعي هناك تحدثوا عن جملة من المعوقات تحول دون الوصول إلى المستوى المطلوب فيما يخص التحضيرات للموسم الزراعي الجديد. نبلش بزراعة، نبلش بالفلاح، هو يفضل يكون كذا مرحلة، بس في ظروف صعبة حاليا بنشتغل بشيء يعني هيك يعني يكون مختصر، يعني في عنا أزمات شوي، يعني بدك تجيب عامل مثلا، بدك تجيب يومي مثلا 30,000 مثلا تيوفي معك أو 40,000، هو كمان بده يروح مثلا ما بيوفي معه، يعني بدك تلاقي صعوبة كمان بهالموضوع هذا كمان. وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع عموما، إلا أن نبرة التفاؤل والابتسامة المرسومة على وجوه الفلاحين كانت عاملا قويا محفزا على العمل الدؤوب في طريق تذليل جميع العقبات التي تعترض طريقهم. بس نريد الأمان ونرتاح ووضعنا يمشي شوي، ويجوز يصير عندنا محروقات ويصير عندنا غاز ويصير عندنا مي ويصير عندنا كهرباء، وهذا اللي نريده احنا. أصحاب الآليات الزراعية بدورهم تحدثوا عن معاناتهم أثناء موسم البذار وانعكاس ذلك سلبا على الواقع الزراعي. هلا يعني ارتفاع الدولار هي اللي يعني هي اللي تقريبا أكثريتها يعني وقف في الشغل كلياتها، ما تقدر تروح على الصناعة، ما تفوت على الصناعة من رفع الدولار. وبعدين المحروقات، من جهة المحروقات يعني محروقات فيني أقول لك يعني ما يلتقي محروقات بالغازيات يعني بالمرة، والإدارة كمان ما تساعدنا، يعني الجهات المختصة ما تساعدنا بالمحروقات بالمرة. يعني هلا المازوت الحر وين ما بدك تروح بدك تلاقي مازوت الحر. هنا كان لابد من نقل معاناة العاملين بالقطاع الزراعي إلى الجهات والمؤسسات المعنية لنستطلع آراءهم حول خطط العمل والتسهيلات والحلول المناسبة. طبعا الخدمات اللي احنا عم نقدمها كهيئة الزراعة والري هي البذار، السماد، ومادة المازوت أيضا. طبعا نحن كهيئة الزراعة عم نعاني من قلط المازوت بشكل عام كهيئة الزراعة، بالتالي هاي تأثر على 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 المزارعين بشكل عام يعني في إقليم الجزيرة. كون الآبار يعني في إقليم الجزيرة آبار بحرية وتعتمد على المازوت، يعني على محركات كبيرة تحتاج لكميات كبيرة من المازوت الزراعي، هاي أكبر مشكلة عم نعاني منها. الهجمات التركية الأخيرة التي دمرت منشآت البنية التحتية بمناطق شمال وشرق سوريا ألحقت أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي ومؤسساته. طبعاً يعني الهجمات التركية أثرت على شمال شرق سوريا بشكل عام وإقليم الجزيرة بشكل خاص. نحن كهيئة الزراعة والري تأثرنا كثيراً يعني بهذه الهجمات التي حصلت على إقليم الجزيرة بشكل خاص، منها مخابر التي كنا تعمل على الطاقة الكهربائية، المشاريع الزراعية التي كانت تعمل على الطاقة الكهربائية، كانت هناك مشاريع كبيرة تعمل يعني عندنا بإقليم الجزيرة تعمل على الطاقة الكهربائية. وبينما يعانيه العاملون بالقطاع الزراعي وما تقدمه الإدارة الذاتية من حلول وفق إمكانياتها المتاحة، يمضي الموسم الزراعي بخطى ثابتة رغم كل الصعوبات التي تعترض مساره. منذ أيام قليلة انطلق الموسم الزراعي الجديد بمناطق شمال وشرق سوريا بعد أن حرث الفلاحون أراضيهم ونثروا البذار، وأملهم معقودة على خير وفير يجود به موسم الحصاد. مصعب الأحمد، قناة اليوم، ريف الحسكة.